لا يمر يوم في العراق دون أن يكون فيه تشييع لشهداء ثورة تشرين في مختلف المحافظات، وكلما تصاعدت حدة التظاهرات ازدادت عمليات القتل واتبعت أساليب جديدة لقتل المتظاهرين. الرصاص الحي وقنابل الغاز القاتلة والتعذيب حتى الموت، ذلك ما يعرفه المتظاهرون عن القوات الحكومية والميليشيات المسلحة، بيد أن الأخيرة أشد فتكاً وأكثر إغالاً في الجريمة دون تبرئة للأولى. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت تقريراً عن الأسلحة المستخدمة من قبل قوات الأمن في العراق لمواجهة المتظاهرين، وذكرت أن الميليشيات المسلحة تستخدم مستويات من القوة المميتة تنذر بالخطر لإخماد التظاهرات العارمة في البلاد. قدامكم الغاز أصدقائي. تفصل الصحيفة أكثر عن الدور الأسود لميليشيات الحشد في ثورة تشرين، وتبين أن قناصة تابعين لميليشيات مدعومة من إيران قتلوا المتظاهرين بأوامر من القيادي في الحشد أبو زينب اللامي المكلف من قاسم سليماني مع قادة ميليشيات آخرين بضرب ثورة تشرين بكل وسائل القوة. ولعل كلام وزير الدفاع في حكومة عبد المهدي نجاح الشمري عن الطرف الثالث يتوافق مع ما ذكرته واشنطن بوست، حيث يؤكد الشمري أن ميليشيات تستخدم الأسلحة ورمانات الدخان القاتلة ضد المتظاهرين. الخزعلي زعيم ميليشيا العصائب يستغل حديث نجاح الشمري عن الطرف الثالث ويجدها فرصة لتسجيل كل قضايا قتل المتظاهرين ضد مجهول لا يمكن كشفه. الطرف الثالث هو طرف عند الدافع والقدرة لأن يقتل المتظاهرين وأن يقتل قوات الأمن، إذن هو طرف ليس قوات أمن وليس متظاهرين. هذا لا يمكن العثور عليه إلا بتحقيق استخباراتي، حتى إذا هذا التقرير الإداري ذهب إلى مجلس القضاء وصار بكذا إلى آخره لن يستطيع أن يكتشف. الإشراف الإيراني المباشر على قمع ثورة تشرين يؤكد أن ميليشياتها ستحرق كل شيء من أجل مشروع خامنئي التوسعي، ولهذه الميليشيات سوابق كثيرة في تدمير المدن وحرق الممتلكات وتهجير وقتل واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين، ومن في سجله كل هذه الجرائم لن يتورع عن ارتكاب ما هو أشد منها.